الله لله درك يا تعز العز يا كل الصمود لله درك من بلاد أحيا الضماير أهلها لله درك وان دعت لاسمك إلهي بايقود لك بالعطايا ولو سألته بايقول كرمالها وكيف وانت اللي نهيتي منكر الباغي القحود رغم القنابل والرصاص والبلطقة بأنواعها ارحل علي شعار تزأر به شبابك كالأسود وزئيرهم أفقد علي شرعيته وابطالها أمثال علي محسن ونصار البطل ووفى الجنود والتماك يا صالح لا ضاقت عليك تلقى لها ويا ما قبائل ناصروه عند الشدائد والبرود مسكينة ما تدري بمكره غرها تضليلها لكنها اليوم ايقنت مكر الثعالب بالأسود يوم الأسود تظلم ويسمح للثعالب أكلها يحررت من قيدها وأقسمت أن لا تعود للذل بعد الآن وصمته عن بواطل أمسها صحت وصحت كل نايم حطمت كل القيود كي تستعيد مهابته وتثأر لعرف أجدادها اليوم هم ثوار اليوم هم ثوار وهم والله لثورتنا وقود ثوار ليرحل دام رحيله بايكثر ذنبها يوم صفقوا له واهتفوا بالأمس وكانوا له حشود وكذبوا شملان وقوهر قملة اللي قالها وكذبوا شملان وقوهر قملة اللي قالها رئيس من أقل اليمن علوا عسى طيبه ويعود أفضل وخير من أن يكون يمن لأق رئيسها اتجاهلوا عادوه ومالوا للخبيث رأس الفسود عرقوب ومن ذا اللي يظن عرقوبا نقدها يا أحمد خالد انت عم تابي عرقوب من ذا اللي يظن عرقوب أنه قدها يوم شاف أمامه من يطبله يوم شاف أمامه من يطبله غواهم بالوعود أفعل لكم بصنع لكم بفتح لكم أقفالها ضيع مفاتيحه وزود فوق أقفاله قيود حراك على حروب وإرهابه من دارها ألا فتن أشعر نارها تالله ما لها وقود أسكي يقال أن اليمن هي القاعدة وارهابها وتاجر بشعبه كي تمد له أوروبا بالمدود وبالفعل خدعهم واستطاع بالوهم يكسب دعمها تاجر بنا همك بنا وإحنا أولي بأس وجدود تشهد علينا الأرض وأهله والسماء وملاكها ألا عد حسب سمعة بلاد لا عد حسب سمعة بلاد بالطيب خصها الودود رداءها الإيمان والحكمة إزارة وشالها وشعب أوصابه رسول الله إذا اشتد القحود واتكالبت سود الفتن فيكم عليكم بهلها ما خاب من قا واستقر فيهم ألو كان من يهود إلا ورقت أفئدتها لينت قلوبها أنصار رسول الله أنصار رسول الله ورسول الله من أول الشهود في الأوس لنا بصمة كما الخزرق لنا عاداتها وفتكنا باللي استهان فينا كما فتك الفهود وفتكنا باللي استهان فينا كما فتك الفهود لنا عزايم والنبي تفقع لسرعة حسمها فينا شرس لا فاق فينا شرس لا فاق صنع قصة وخلدها خلود والباقي والله ما نحفظ مكتوب ما يقول بيت خلدها نفعك.